السلام عليكم. الاقتصاد الإسلامي هو مجموعة المبادئ والأصول الاقتصادية اللي تحكم النشاط الاقتصادي للدولة، لكن وفق نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، واللي يمكن تطبيقها بما يتلائم مع ظروف الزمان والمكان. ويعالج الاقتصاد الإسلامي مشاكل المجتمع الاقتصادية، لكن وفق المنظور الإسلامي للحياة. يقوم الاقتصاد الإسلامي على ثلاثة مبادئ رئيسية. أول مبدأ أن المال مال الله ونحن مستخلفون فيه. ماذا يعني هذا؟ أن نحن مسؤولين أمام الله سبحانه وتعالى عن هذا المال كسبا وإنفاقا في الآخرة وفي الدنيا أيضا أمام الناس. ما يجوز أن يكتسب هذا المال من معصية أو أن ينفق في حرام ولا فيما يضر الخلق. القاعدة الثانية، دور المال. المال هو أداة لقياس القيمة ووسيلة للتبادل التجاري وليس سلعة من السلع. يعني ما يجوز أبيع المال ولا يجوز أني أأجر المال أو أشتري هذا المال، إنما هو وسيلة كما ذكرنا للتبادل التجاري. النقطة الثالثة أو القاعدة الثالثة، التوزيع العادل للثروات بحيث أن لا يستأثر في المال فئة من الأغنياء. طيب، ما هي خصائص الاقتصاد الإسلامي؟ أولا، ربانية المصدر. هو اقتصاد مستقل بذاته قائم على الوحي الإلهي، مبادئه مستنبطة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو ليس حصيلة أفكار من هنا وهناك من الشرق والغرب، إنما هو من منبع إلهي. اثنين، التيسير ورفع الحرج ورفض المشقة والتشديد. الاقتصاد الإسلامي يعتمد على القاعدة الفقهية التي تقول أن الأصل في الأشياء الإباحة، وانطلاقا من القاعدة الشرعية أن الشريعة مبنية على التيسير ورفع الحرج، هو لا يحرم إلا درءا لمفسدة. كل ما لم يرد نص في تحريمه فهو في الأصل حلال، لذلك دائرة الحلال دائرة واسعة جدا، بينما دائرة الحرام دائرة ضيقة للغاية. رقم ثلاثة، المشاركة في المخاطر، وهي أهم أسس الاقتصاد الإسلامي وأهم أعمدة الاقتصاد الإسلامي، هي الصفة المميزة له عن غيره من النظم. لذلك في قاعدة فقهية أيضا تقول الغنم بالغرم أو الخراج بالضمان. المشاركة في الربح والخسارة هي أهم قواعد توزيع الثروة بين رأس المال وبين العمل. أربعة، تداول المال وعدم اكتنازه، وذلك من خلال وجوب الزكاة والتشجيع على الإنفاق. وقد فرض الشارع الحكيم على الأغنياء تزكية أموالهم وتمنح للفقراء، وجعل أيضا الأجر العظيم للمنفقين لتشجيعهم على الإنفاق بدلا من اكتناز هذا المال، وهذا يسبب بالتالي دفع عجلة الاقتصاد والإنتاج للدوران وتوزيع عادل للثروات. خمسة، التشجيع على التنمية والإنتاج. ستة، احترام الملكية الخاصة والموازنة بينها وبين الملكية العامة. فالنظام الإسلامي يحمي الملكية الخاصة ويعتبر أن من حق الأفراد تملك الأراضي أو العقارات ووسائل الإنتاج المختلفة مهما كان نوعها وحجمها، بشرط أن لا يؤدي هذا التملك إلى الإضرار بعامة الناس، وأن لا يكون في الأمر احتكار لحاجات أو سلع الناس الأساسية، وهو بذلك يخالف النظام الشيوعي. وأيضا في نفس الوقت يعتبر أن من حق الدولة الإشراف والسيطرة على توفير الحاجات الأساسية للناس وأيضا على مصالح المجتمع، وهو بذلك أيضا يخالف النظام الرأسمالي اللي يبيح تملك كل شيء وأي شيء في أي وقت. سابعا، تحريم الضرر. فالإسلام حرم كل البيوع اللي تضر بالفرد أو تضر بالمجتمع، فحرم الربا وحرم الاحتكار، منع الغرر أو الجهالة في العقود والبيوع، أيضا حرم الاتجار في الأشياء الضارة كالخمور والخنازير وما إلى ذلك، أيضا منع التعامل بالقمار أو المقامرة، وكما جاء في الحديث الشريف لا ضرر ولا ضرار.